ما رح أقدر أعمل شيء إلا أني أتمسك بشغلة واحدة. في عندي دليل تاني ضده. شو الدليل؟ ليه سكتت؟ أحكي لك، أحكي لشو؟ لك شو صاير لكون؟ هيك دغري نسيتوا إنه جواد رفيقكن. عمي أبو محروس ما نسينا، بس مو طالع بإيدنا شيء. لك أمي أنت شو عم تحكي؟ جواد؟ شو بيقول لك الأستاذ إياد؟ تتصرف، وشو بيطلب منك بتنفذ بدون ما ترجع لي. حاضر سيدي، منسكر السيرة. شو أخي؟ شو تطلعوا له؟ أخي أنت ما دخلك بهذا العفش، هذا العفش مسؤوليتي أنا. كان جوا قدامي ما عاد شفته. يعني وين بيكون راح؟ الله وكيلك، هذا اللي صار سيدي، هذا اللي صار. أنا بعرف إنه مو أنت، بس ليش هيك عملت؟ العدالة أخذت مجراها. رح أطلب الشرطة. تعالوا ما تعالوا.